وينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي حسين مفتاح. سيد حسين، يعني ما الذي يترتب على تصريحات عقيلة صالح وأيضا عدم اعتراف البرلمان بمذكرة التفاهم؟ طبعا ما قاله عقيلة صالح في المذكرة التي بعث بها، سواء كانت للأمين العام للأمم المتحدة أو أمين عام جامعة الدول العربية، لم تحتوي على جديد، ولكنها تحتوي على مهم، وهو أن الآن أصبحت هناك فرصة سانحة إذا ما كانت هناك جدية من المنظومة الدولية بسحب اعترافها بحكومة الوفاق التي لم تعتمد. يعني حتى في المذكرتين التي بعث بهما عقيلة صالح شدد على أن الحكومة، حكومة الوفاق، انبثقت عن اتفاق سياسي، الاتفاق السياسي لم يعتمد، الحكومة لم تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب وهو شرط أساسي لمباشرتها للعمل، ولكنها على أرض الواقع تشتغل منذ 4 سنوات أو ما يزيد، والعالم يتعامل معها كحكومة وحيدة معترف بها، وهذا للأسف يمثل حالة من الازدواجية ومن الخلل البين في تسيير الأمور من قبل المنظومة الدولية أو من قبل حتى الدول الكبرى التي ينادي بعضها بيقدم بعضها حتى مبادرات للحل في المشكل الليبي. لكن الجديد اليوم هو أن ما أقدمت عليه حكومة الوفاق لم يكن مسبوقا، عندما تتنازل إلى هذا الحد عن السيادة الليبية وأن توقع مثل هذه الاتفاقية التي يصفها كثيرون بالمذلة والتي جاءت على حساب السيادة الليبية، أيضا يترتب عليها أيضا ضرر إقليمي في حوض المتوسط بالكامل. اليوم دول الاتحاد الأوروبي أيضا أصدر بيان رئاسة الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام تركيا للمواثيق الدولية وعدم الزج صحيح، وربما هذا ما ورد في تصريحات صالح بعدم الاعتراف حتى بتداعيات أو أثار أو ما يترتب على هذه مذكرة التفاهم، لكن ما هو الإجراء الأممي المطلوب بعد هذه المطالبة أو هذا الخطاب؟ يفترض الآن وبشكل مباشر وبعيدا عن كل الترتيبات الدبلوماسية أن يتم حل المجلس الرئاسي وإلغاء الاعتراف بحكومة الوفاق وولادة حكومة وطنية حقيقية وفقا حتى للمبادرات السابقة. هناك عدة مبادرات، منها إقليمية ومنها دولية، لعل أبرزها أو أهمها المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والمتمثلة في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي بشكل ثلاثي، رئيس ونائبين، والاعتماد حكومة وطنية تمثل كافة الأطراف الليبية دون إقصاء أو دون حتى محاصصة، وأيضا ردع تركيا وفقا حتى لضوابط الأممية. الآن ليبيا لا تزال منذ مارس 2011 وهي تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للمجلس الأمن بالتدخل المباشر في شؤون الدفاع. نعم. فاليوم تركيا بعد أن قامت بحملة من دعم لحكومة الوفاق والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، اليوم تدخل فصل جديد وهو شرعنة دعمها المباشر والمعلن وتحويل صحيح. منطقة المتوسط إلى منطقة ميدان لسفنها الحربية والاقتصادية وغيرها. فأعتقد اليوم العالم أمام نقطة فاصلة لردع تركيا ولردع أو لإيقاف العمل بحكومة الوفاق وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي الذي يطالب به معظم الليبيون. إذن الكاتب والمحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، شكرا جزيلا لك.